بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من قلب الحدث الذي تعيشه سوريا ودفاعا عن أهلنا في مدينة حلب، نعلن عن تشكيل تجمع ثوار الصاخور وانضمامنا إلى كتيبة النصر التابعة إلى لواء الفتح، متعاهدين بالدفاع عن أهلنا وشرفنا وأرضنا وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وصد الهجوم الأسدي الخائن عن جميع أحياء حلب وريفها، كما نتوعد الخائنين المتعاملين مع هذا النظام المجرم بالقصاص العادل والعاجل. والله على ما نقول شهيد. تكبير الله أكبر. أيوه الله أكبر.